اكثر مطعم كنت حاب اجربه وبيدعى فيه كلش هواي مطعم ابن الحجي. اعتبر هذا المطعم متحف مصغر، تعال اراويكم. قبل كل شيء تعال اعلق لكم شيء يذكركم بايام قبل. تقريبا هذا التلفزيون عمره 40 سنه، وهذا التلفزيون عمره اكثر من 50 سنه كانوا يستخدموه بالسياره، والصناعه مالته روسي. كل ما اشوف ام الفتيل اتذكر بيبيتي الله يرحمها، كان عندها وحده من عندنا ويوميا مبسوطين من وراها. هذه الكاميرا تم صناعتها بال 59 وانقرضت بال 67. وين جيل السبعينات؟ هاي العارضه السينما وبعدها ما مستخدمه. ما تتخيلون هذا الميزان ايش قد قديم وايش قد وزنه ثقيل. تعرفون ليه هسه اكو بيوت محتفظين بهاي الثريا؟ اللي يعرف هاي اللعبه القديمه يفيدنا بالتعليقات. حتى الدقم قديمات، ولاحظوا لي هذه الصور مال كربلاء القديمه، وهاي اللوحة الفنية لعمالقة الفن المصري. تعالوا أراويكم الصالة الجميلة، لاحظوا لي المكان ايش قد نظيف وهادئ، ومن تجون هنا تحسوا بيتكم. وكل البوستات اللي تشوفوها قوانين وحكم الحياة. كلش عجبتني هاي المقولة، أحيانا يكسب الرجل المرأة بأقواله ويخسرها بأفعاله. الله منصر تعال مو مت الجوع. عبد الله جيتك هسه عوفك من الأكل، شنو هذا المكان الحلو جايبنا إله كله تحفيات قديمة؟ عبالك أجيبك مكان مو حلو استمتع وتونس. أنا جاي مخصوص على تشريب الغاز، والتشريب مالتهم متروس كسر. المميز بهذا المطعم يشتغلون اللحم عجل عراقي وذبح يومي. قص لي شويه حلقوم. يا سلام طعم رهيب. خلي له قص ونمطرها بالليه وشويه دهن وسلم لي على الرجيم. بصراحه نكهه القصه الاوليه بحيث تستلذون بالطعم. هاي الاكله مو مال خواشي. هاي سويت لي واحد يمكن حتى جدي ماكل بيها، شوف ايش قد قديمه. اعتبر هذه الاكله من الاكلات اللي تدفي بالشتاء، لان بيها سعرات حراريه كلش هواي. وسهمكم العافيه. قص لحم عراقي ب 2000 دينار، والدجاج ب 1000 ونص، والبرجر هم 1000 ونص، واللحم عراقي بذمتهم. واذا تحبون توصلون هذه ارقام التوصيل تعال لكم العنوان. اليوم كنا يم ابن الحجي، عنوانهم كربلاء، تقاطع حي الموظفين مجاور اهل الذهب او القزاز، هذا المكان موجودين. لا تنسون اللايك والاشتراك، تحياتي.